الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين على فيسبوك أعلنت عن نفاذ تذاكر المرحلة الأولى لحفل الفنان عمرو دياب والمقرر ليها يوم 9 أغسطس اللي جاي، وأعلنت عن بدء في حجز تذاكر المرحلة الثانية. البوست في الحقيقة حقق نسب تفاعل كبيرة جدا بين متابعين الصفحة، واللي كان في كتير منهم بيسأل عن طرق الحجز وأسعار التذاكر، ويمكن إحنا لسه قايلين لحضراتكم إنكم تدخلوا على موقع تذكرتي عشان تحجزوا الفعالية اللي أنتم حابين تحضروها.